أهلا بكم مشاهدينا من جديد في هذه الجولة الإخبارية، قضية المساء مع أبي كنا. شكرا سالم. أهلا بكم. أكد جهاز الأمن والمخابرات الوطني قدرته على محاربة الشائعات ومعالجتها بوسائل مختلفة ومتعددة، كاشفا عن وجود مجرمين تم تقديمهم لمحاكمات في قضايا الشائعات. وقال مدير إدارة أمن المجتمع بجهاز الأمن والمخابرات الوطني علي جادين في منبر إعلامي حول الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع، قال إن هناك جهات منظمة تقوم بصناعة الشائعات لأغراض وأهداف وأجندة خاصة. وقطع جادين بأن الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تشكل خطرا كبيرا على المجتمع، لجهة أنها يتم نشرها في أقل من ثانية، وأن أغلب الجرائم الإلكترونية المنظمة تنطلق من خارج السودان، وصفا جرائم الشائعات في العمل السياسي بالقضية الخطيرة، مؤكدا أن جهاز الأمن والمخابرات الوطني يقوم بأدوار كبيرة لمعالجة الشائعات ولديه وسائل مختلفة وقدرة لمحاربتها. تطور الوسائل الناقلة لها الآن هي أصبحت مهدد كبير وفيها خطورة كبيرة جدا على المجتمع. زمان بقول لك والله الخبر بيصل بعد يومين، بيصل بعد 3 يوم، ورسلوا بالبريد وبالبوسطة وباللوري وكذا. الآن بقت المسألة تصل في أقل من ثانية. ومثل الإعلام زمان بدرسوا في نقل الخبر، بقول لك والله الخبر مرسل ومستقبل. الآن بقى الكل مرسل والكل مستقبل. عشان كده دي الخطورة بتاعت المعارضة بتاعت الإشاعة، لأن الناس كلهم ممكن يكونوا مرسلين وكلهم ممكن يكونوا مستقبلين. من جهته كشف مدير المركز السوداني للأمن والمعلومات بالهيئة القومية للاتصالات عبد المنعم عوض أن نسبة 90% من بلاغات الجرائم الواردة تتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي، وعدد التحديات التي تواجه وزارته في ذلك، كما قال إنها تتمثل في كشف ناشر الجريمة وتحديد مصدر الشائعة، وبنى صعوبة تحديد المصدر، لكنه أكد أن هناك بعض البرامج التي يمكن أن تحدد موقع الشائعة، موضحا أن هناك ترويع للأمن الاجتماعي بسبب الشائعات، مطالبا بوجود ناطق رسمي لتصحيح المعلومة ليحد ذلك من أثر الشائعات. من التدابير أنا عايز أتكلم عنها، تدابير في التحدي من الشائعات. الشائع ممكن طبعا الناس بياخذوها التدابير من عدة مستويات. في مستويات كثيرة جدا جدا ممكن تعاملها مع الشائعة. في المستوى الرسمي أول حاجة، يعني لو الدولة طوالي بتنفي الشائعة مجرد ظهورها، ده ممكن برضه يحد من الشائعات، أو لو بتصحح المعلومة الصحيحة يعني للمواطن مجرد ما طلعت شائعة، إذا في ناطق رسمي باسم الدولة طلع وصحح المعلومة للمواطن، الشائعة هنا بتنتهي. في برضه المستوى الشعبي، برضه المواطن عنده دور كبير جدا جدا في انه هو يدحض الشائعة ويحد من أثرها ويخليها ما تنتشر ويكذب الشائعة، لكن ما يتبناها ويبدأ في هو ذاته نشرها. إذن للمزيد حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الخرطوم الخبير الاستراتيجي حنفي عبد الله. سيد حنفي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا بك. أهلا بك. وإلى أي مدى يمكن أن يحد قانون جرائم المعلوماتية من نشر الشائعات بعد تطبيقه وسط المجتمع؟ وإلى أي مدى يمكن أن يكون أداة فعالة في وجه هذه الشائعات؟ طبعا نظرا لخطورة الشائعة وتأثيرها الكبير جدا على هز المجتمع، يعني لا بد من مجابهة الشائعة بالوعي وحسن استخدام التقنية والردع القانوني او تحكيم العقل، يعني وتوظيف الاعلام يعني واضح لدحض الشائعات، لانه هذه الشائعات يعني يمكن اعتبارها اكثر من خطوره يعني من اللغم العسكري، لانه هذه الشائعات بتحرق كل ما لدى المجتمع من قيم ومن مفاهيم، وهي يعني سلاح خطير جدا لتدمير الفرد والمجتمع. وللأسف يعني بات الناس يعني في ظل الفراغ، يعني استخدام وسائل التطور التقني والوسائط التواصل الاجتماعي بيستخدموها في 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 أساليب يعني بتاع التقنية، أساليب الدبلجة والفوتوشوب الموجودة والمحاكاة للأصوات، يعني كأنه كثير جدا من الناس يمكن يصدقوا بأن هذه الشائعة حقيقية
وخاصة إنها بتشيل يعني بتحمل بعض الحقائق وتزيد تضيف عليها يعني مزيد من الوثائق المزورة وما إلى ذلك. نعم سيد حنفي، يعني أيضا فيما يتعلق باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن أن تستخدم هذه الوسائل لتكون أداة فعالة لمقاومة هذه الشائعات إذا ما وجد في الأصل مصادر في هذه الوسائل ذاتها لتكون هي ناطقة بالحقيقة ومدافعة في المقام الأول ورادعة لهذه الشائعات. نعم هذا هو الكلام الحقيقي والوسيلة المثلى، ولكن للأسف الشديد هذه الوسائل أو التواصل الاجتماعي تستخدم بصورة بشعة جدا، وتستخدم يعني كواحدة من أساليب الحرب النفسية وتحطيم المعنويات وتفكيك المجتمع. والسودان يعني يعي تماما بأن هذه الأساليب هي بعيدة عن الدين وبعيدة عن قيم السودانية، ولا بد إنه قوانين المعلوماتية تضحط هذه المسألة وتحاربها، ولازم تكون هناك كثير جدا من الضوابط، والإنسان ما ينفلت وينجر وراء هذه الشائعات التي تقود المجتمع لمزيد من التفكك، وخاصة إنه هذه الشائعات يعني تنتشر كثيرا جدا في وقت الأزمات والمشاكل. نعم. والناس يصدقونها بصورة سريعة جدا. نعم سيد حنفي، يعني أداة المقاومة يمكن أن تكون بالصحف والوسائط الرسمية والأدوات الإعلامية الأخرى المختلفة وأيضا مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تصف أداء الأجهزة الرسمية لمقاومة هذه الشائعات سواء كان عبر صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ذاتها أو عبر ناطق رسمي في مختلف الجهات للجهات الرسمية أو ربما الأدوار الرسمية التي يرتجى أن تكون هي المرجع الأساس في ظل هذه الأزمات؟ نعم طبعا قبل كل ذلك لا بد أن يكون هناك رادع نفسي من خلال القيم والموروثات التي يتصف بها المواطن السوداني، والسلطات الرسمية تقوم بدورها الكبير من خلال يعني التقنيات متابعة وتتبع ناشري الشائعات وسهولة الوصول إليها خاصة في ظل التطور التقني، وكذلك القوانين الرادعة لجرائم المعلوماتية، وهناك يعني دقة كثيرة جدا في متابعة هذه المسألة. والدليل على ذلك يعني اعتقال عدد من هؤلاء الذين يروجون الشائعات لغرض تفكيك المجتمع لأغراض يعني بعيدة جدا عن القيم والموروثات والقيم الدينية. نعم الخبير الاستراتيجي حنفي عبد الله كنت معنا عبر الهاتف من الخرطوم في قضية هذا المساء، أشكرك جزيلا.